بالفيديو. لن تصدق ما فعله الجزائريين بعد وصول بعثة المنتخب المغربي للجزائر عبر رحلة جوية مباشرة من المغرب إلى الجزائر، والدراجي ينفجر على الهواء. شاهد ماذا حصل. ولكن إذا كنت مسلم وتتفق بأن الشعب المغربي أزكى شعب في العالم، فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو وتعطير فمكم بالصلاة على رسولنا الكريم. حلت بعثة المنتخب المغربي لأقل من 17 عام إلى الجزائر قبل قليل، وذلك عبر رحلة جوية مباشرة من مطار المغرب إلى مطار الجزائر، وذلك بعد تدخل الفيفا والكاف. وقد كان استقبالا اسطوريا، وحظى لاعب المنتخب المغربي بحفاوة استقبال كبيرة من طرف الشعب الجزائري بالرقص والزغاريد والحليب والتمر. وقال أسطورة كرة القدم الجزائرية علي بن الشيخ في تصريح لقناة الجزائر بعد هذه الواقعة: هذا أقل ما يستحقه منا لاعبي المنتخب المغربي الأشقاء، فالمشكل ليس مننا كشعب، بل المشكل من المسؤولين على هذا البلد. فرغم عنادهم إلى أن المغرب انتصر اليوم، ووصل المنتخب المغربي عبر خط جوي مباشر ولقى ترحيبا كبير من طرف الجزائريين، لكن أنا أخشى على لاعب المنتخب المغربي الصغار مجددا من بطش بعض الجماهير الجزائرية الموالية للعسكر الجزائري، مثل ما حدث في كأس العرب للناشئين العام الماضي. وأناشد السلطات الجزائرية لحماية لاعب المنتخب المغربي في بطولة أفريقيا. أما المعلق الرياضي الجزائري حفيظ الدراجي فقد قال: أنا عكس تماما هذا القرار، وضد فتح خط جوي مباشر للمغرب، فلا أحد ينسى ما فعله بنا هذا البلد، فلقد تسبب لنا في إساءة كبيرة وجعل منتخبنا منتخب منسي، وكل هذا بسبب السحر والرشوة. فالمغرب لا يتردد بفعل أي شيء من أجل إبعاد الجزائر والبقاء في الصدارة، والآن قد دفع من جديد ملايين الدولارات لرئيس الفيفا والكاف من أجل التدخل في قضية فتح الخط الجوي المباشر. وأنا أطالب الاتحادية الجزائرية بعدم السكوت ورفع شكوى للمحكمة الرياضية لإيقاف المغرب عند حد. وفي النهاية إذا كنت ضد كلام الدراجي وتفتخر بمغربيتك، فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو ولا تنسى الاشتراك في القناة.